قبل كده؟ اه اشتغلت مسرح. اشتغلت مسرح. اه ايام الجامعه زمان، واشتغلت برضو بعد كده اشتغلت مسرح. يعني احنا النهارده قدام رجل مسرح. اه فرجل المسرح عنده نيرفات بقى، ها، وعنده تلوين وعنده اداء، خلي على الله، وعنده كلها على الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله. طيب احنا النهارده واقعين قدام مشهد تصاعدي، او بلغتنا احنا كبتوع مسرح مشهد كريشندو. تمام. فتعالى كده يطلع فوق. اه كريشندو، يعني انا بقول لك بنعلى، ده كريشندو. تمام خلاص. في الدمون ويندو اللي هو بنزل بتنزل فيه. خلاص احنا كريشندو. اه احنا النهارده كريشندو. فتعالى نعمل تدريب كده خفيف. تمام. ونشوف هو التدريب تنشن. يلا احنا عندنا تنشن. تمام. وريلاكس. سيشن. تمام. تنشن وريلاكس خالص. فتعالى نقول مثلا جمله لاحمد من هنا. تمام. احمد طلعت، نقول له جمله من هنا. حضرتك بتعمل شخصيه ايه؟ عبيد. عبيد. طيب عبيد ده اللي هو ايه؟ احكي على الشخصيه يعني؟ يعني في لمحه سريعه كده. هو المفروض ده صديق واحد، هو صديق رؤوف. رؤوف ده هو غني. صديقه ولا دراعه اليمين؟ تفرق. بص، هو صديقه بحكم الشغل بقى دراعه اليمين، وبحكم الشغل بقى هو كل حاجه، اللي يعرف عنه كل حاجه ويعملها له. صديقه ولا دراعه اليمين ولا المحامي اللي بيخلص له كل اوراقه وحاجته؟ تفرق. بص كام حاجه جوه الشخصيه. ممكن هو ممكن يبقى كل حاجه. هو الشخصيه يعني هو المشهد مكتوب حلو، فممكن يطلع منه كل حاجه. فممكن يطلع منه اللي يراه ان هو دراعه اليمين، وممكن يطلع منه اللي يراه ان هو محامي. طيب. ممكن يطلع منه اللي يراه ان هو صاحبه انتيمه طول حياته وما بيسيبوش ومتربين مع بعض. طيب انا في جمله هنا لعبيد عجبتني قوي، عايزك تقولها لي وانت تنشن قوي. أوي كل أوي. حاجه فيك مشدوده. تمام. مشدود على الاخر. الا وهي ايه؟ اللي هي اقلب كده وريني الصفحه الثانيه، هتلاقي الجمله بتقول عايز حقي، حقي يا رؤوف، حقي في كل حاجه ليا النص فيها، فاهم؟ اه انت عايز ليه بقى؟ اه ممكن تقولها لي وانت منتهى التنشن اللي في الكوكب. ماشي اوكي اتفضل. عايز حقي. لا تنشن. تنشن مش بتأدي يعني اللي هو ايه؟ عايز حقي. انت عايز تدريب. ده تدريب. ماشي اوكي. عايز تنشن. ممكن تسمعني؟ تحت امرك. كنا بناخد تدريب في المعهد ايام ما كنا طلبه، وده تدريب مهم قوي لانه بيحرك كل الخلايا والاعضاء بتاعت الجسم. تمام. اللي هو من اصغر صابع في الرجل لشعر الراس في حاله تنشنه شديده جدا. تمام. وبعدين يقول لك ايه؟ قوله وانت ريلاكس قوي بقى، عايز اوكي. عارف انت زي تدريب النفس. تعالى كده ممكن نعمل تدريب نفس مع بعض سريع. 4 و8. لا ممكن نعمل ده اللي هو نعمل ده بالظبط. بص انا هبدا اهو من هنا، هنسحب. أوكي. من هنا. اوكي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. اعمل اللي أنا عملته. اللي هو إيه؟ خدنا في 4، كتبنا 10، كتبنا 8، بنطلع في 8 برضو. لا بس أنت بتسحب وأنت قافل بقك. ليه بقى؟ بنملى القصبة الهوائية كلها، الجهاز التنفسي كله بيتملي اكسجين، وبعدين بنروح مخرجينه. اوكي. بالراحة. اوكي. اتفضل. هعدلك. يلا هنسحب. هنسحب في كام؟ في البق. في كام؟ نسحب من المناخير بس. ماشي. من غير، اسحب على قد ما تقدر. ماشي. يلا اتفضل. اقفل بقك. اقفل بقك. ما تعدش. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. اعمل ده. اعمل. علي صوتك فيها. دخت شوية. لا لا قشطة. لا لو عملته تاني هتدوخ. لا عجبتني بس عشان دي، وانا قلتك في السين كمان فجت معايا. طيب عايزين نقول الجملة دي زي ما قلت لحضرتك. تعال نقولها. عارف انت كل ده حالة. يلا. عايز حقي، حقي يا رؤوف، حقي في كل حاجه ليا النص عندك. يلا. عايز حقي. عايز حقي يا رؤوف. بس توب. ريلاكس خالص. قولها وانت ريلاكس خالص. وانت ريلاكس خالص. عايز لا مش نايم، افتح عينيك. حقي. ايوه.
عايز حقي يا رؤوف. طيب تعالى نعمل مع بعض كده تدريب ال فوتنا. ايوه اوكي يلا يلا. و و بنفك كده. اوكي هو طبعا الموضوع يعني احنا بنقدر شويه انه الحكايه بتيجي بسرعه تمام وما بيبقاش في وقت كافي للتدريب تمام. ولكن احنا على قد ما بنقدر بن ايه تمام. بس انا واضح اللي باين قدامي ان حضرتك ان شاء الله شاطر. ربنا يخليك واخد بالك. يزيدني شرف باذن الله هتكسب. يزيدني شرف اولا واخيرا ان انا اتعاملت مع حضرتك وحضرتك مدربي. انا متشكر لحضرتك جدا. ان شاء الله هنعمل مشهد حلو. شرف ليا ان شاء الله وشرف لينا كلنا ان شاء الله باذن الله. اتفضل يا استاذ حبيبي. اتفضل واجهك دي الفن رساله.